بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع اوتوديسك 360. بتلاقي هنا عندك البروجكت هوم بالدوكمنت مانجمنت البروجكت ادمن الاكونت ادمن. البروجكت هوم بيبدا يجيب لي المشاريع، تقدر تختار المشروع اللي انت عايز تشتغل عليه. وبيجيب لي بعض المعلومات عن المشروع زي اي انفورميشن الويزر، لو في اي مشاكل او حد عمل اي تعليق بيجيبه لي هنا. دوكمنت مانجمنت، بتلاقي الملفات بتاعه المشروع، فولدرات متنظمه بحيث ان ممكن وانا في السايت اقدر افتح اي ملفات واقدر اتصفحها سواء من خلال الكمبيوتر او من خلال التابلت او حتى الموبايل. يعني خلينا مثلا نختار مثلا الملف دوت، تمام، ده ملف PDF. او فتح اهوت، تقدر تعمل الكلاود على اي حاجة مثلا انت مش مقتنع بيها، تمام. تقول له مثلا انا عايز الجزء دوت، في اي تعليق عليه مثلا مش مقتنع، شايف ان في ارقام ناقصة او مش مقتنع انت بيها، تمام. وتقدر تحط مثلا اي هايلايت على جزء معين، تحط بعض مثلا ترسم ريكتانجل مثلا، وبعد ما تخلص هتقول له دان، تمام. هيسيف هو المارك اب دوت وهيرفعه على السايت بحيث اي حد يقدر يشوفه، بس يقول له ببلشت لو انت خلاص مقتنع بيه، فيبعته لكل اعضاء الفريق. اي حد شغال في المشروع هيظهر عنده المشكله ديت ويبدا يفكر في حلول ليها او رد عليها. تقدر في اي وقت تعمل لها اديت او اركايف لو هي خلاص خلصت. لو في اي ايشيو او في اي مشكله تقدر تكتب تقول مثلا المشكله دي موجوده او لسه جديده، اسم المشكله ايه، الديسكريبشن بتاعها، الايميلات بتاعت المشكله دي تروح لفلان وفلان وفلان، تمام. فتقدر تعمل مراجعه سريعه للمكان للمشكله، مثلا المشكله في النقطه ديت هيعمل هو زوم عليها، مثلا في مثلا ميسنج انفورميشن، تمام، الديسكريبشن بتاعها اللي هتبعثها لمين، تمام. هو تقريبا مفيش حد شغال في الشركه غيري. اللوكيشن بتاعك، تمام، التاريخ كرييت، فتبدا الايشو ده تروح للشخص دوت، تمام. والمشكله دلوقتي اوبن، تمام. لو اتحلت بتبدا بتقول له لا ده خلاص اتحلت اتقفلت وهكذا، وده هيستوري باي تعديلات او باي حاجه حصلت في المشروع. تقدر تعمل فيت فيو بحيث ان انت تشوف المشروع كله، تقدر تعمل زوم على اي جزء من المشروع، تقول مثلا عايز زوم على الجزء دوت. دي حاجات بتسهل علينا الشغل. طيب خلينا نفتح مثلا ملف ريفيت ونشوف ازاي نكتب التعليقات عليها. تقدر تعمل روتيت للملف زي ما انت عايز، تقدر تعمل بان، تقدر تعمل زوم على اي جزء، تقدر تعمل بوكس رو بحيث ان انت كانك انت شخص ماشي، تمام، كان في لعبه وانت تمشي بحيث تشوف الملف بالشكل دوت، تمام، كانها جيمز. ممكن تعمل سيكشن 3D، تقدر تشوف المبنى، تقدر تختار الشغل نفسه هيبقى مثلا اهوت سيكشن اهوت، من خلال الاسهم تقدر تكبر سيكشن وتصغره زي ما انت عايز. تقدر تقيس مثلا مسافة من مكان لمكان بالشكل دوت، لهنا تقدر تشوف الزاوية مثلا. تعالى نقول له مثلا نجرب موضوع ان احنا نقول له فيت تو فيو بالشكل دوت، اه نقيس مثلا من هنا لهنا، ومن هنا مثلا ممكن تغير تقول له مثلا عايز اقيس من هنا لهنا.
فبيقول لك الاكس قد ايه والواي قد ايه. ممكن تقول له طب انا عايز اعمل مارك اب على بعض الحاجات مثلا اهي الجزء دوت، تقدر تستخدم هايلايت، تقدر تكتب تكست لو انت عايز، وبعد كده تقول له كرييت مارك اب. لما تخلص دن وهيبقى هنا تحوله بقى لبابليك بحيث تبقى مع الناس كلها.